إذا كانوا عمليات الزرع اللي هي عملية كبرى في العالم أعدادهم 3000، تقدر حضرتك تقولي مجازا كده كم عملية اتعملت في مركز المنصورة؟ مش لازم تبقى زرع كلى. عملنا 89,000 منظار. 89,000 منظار. في الفترة من 83 المركز افتتح رسمي مايو 83. فالحصر الإحصاء عاملين لي الإحصائيات اللي هي في فترة من 83 لآخر 2018. الأرقام اللي أقول حاجة دي من 83 ل 2018. 89,000 منظار، 44,000 عملية فتح، 33,000 تفتيت، حوالي 6,300 عملية أورام جهاز بولي. دي أرقام يعني معرفش تصنيفها العالمي، لكنها أرقام ضخمة بأي مقياس. هي بالتأكيد أرقام ضخمة. طيب أنا هكرر مرة تانية دكتور باسم صلاح إنه مركز الكلى المنصورة ما بيعملش أي إعلانات، وده يعني دايما دكتور الغنيم يقول أنا مش هشحط على المرضى بتوعي، يعني صك كده هو دايما بيقوله. هو يقول كده، حضرتك يعني تخجل ان انت تتفاخر بالخدمات الطبية العظيمة اللي بتتقدم، غيرك يتحرج انه يقول يا جماعة تبرعوا. احنا مش هنعمل ده، احنا هنقول بالفم المليان لكل الناس، اذا بتفكر اذا عايز تتبرع لمكان يستحق، مركز الكلى والمسالك البولية مركز غنيم ينتظر هذا التبرع. المركز ده اي قرش بيتدفع فيه هو بيروح في مكانه الصحيح، مش بس بيقدم خدمة طبية إنما كمان بيخدم يعني هدف أكبر، هدف عظيم له علاقة بالإنسانية وله علاقة بمشروع، مشروع حقيقي مصر كلها بتفخر بيه.